في لبنان أصدرت السلطات قراراً بالإغلاق العام الشامل للبلاد مع منع التجول اعتباراً من الثالث إلى السادس من إبريل المقبل، وذلك خلال عطلة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي، إلى جانب إعادة تفعيل العمل بخطة الإغلاق الكامل للمناطق، وذلك لوقف انتشار فيروس كورونا ومنع تفشيه. ووافقت الحكومة اللبنانية على تمديد حالة التعبئة العامة الصحية في لبنان، والتي أوصى بها اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لمدة 6 أشهر. للحديث بالتفصيل عن هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من بيروت الدكتور شرف أبو شرف، نقيب الأطباء اللبنانيين. دكتور شرف، صباح الخير، أهلا وسهلا بك في هذه الجولة الإخبارية على إكسترا نيوز. أنتم كأطباء، كنقابة أطباء، هل تعولون أو لأي مدى تعولون على تجديد الإجراءات الصحية والطبية في عيد الفصح القادم في الحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا في البلاد؟ سنعود الاتصال بالدكتور شرف أبو شرف، نقيب الأطباء اللبنانيين، الذي كان من المفترض أن يعلق على إصدار السلطات اللبنانية قرارا بالإغلاق العام الشامل للبلاد مع منع التجول اعتبارا من الثالث إلى السادس من إبريل، وهو ما يوافق عطلة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي، إلى جانب إعادة تفعيل العمل بخطة الإغلاق الكامل للمناطق لوقف انتشار فيروس كورونا ومنع تفشيه. الحكومة اللبنانية أيضا وافقت على تمديد حالة التعبئة العامة الصحية في لبنان، والتي أوصى بها الاجتماع المجلس الأعلى للدفاع لمدة 6 أشهر. هذا الاجتماع كان برئاسة رئيس الجمهورية. عاد إلينا مرة أخرى الدكتور شرف أبو شرف، نقيب الأطباء اللبنانيين. دكتور شرف، صباح الخير وأهلا وسهلا بك في هذه الجولة الإخبارية. لو تسمعون الآن، أنتم كأطباء، كنقابة أطباء، إلى أي مدى تعولون على هذه الإجراءات، على تجديد الإجراءات الصحية في عيد الفصح القادم في الحد من تفشي كورونا في البلاد؟ لا شك انه في شغله مهمه كثير، هي تقيد المواطنين بالاجراءات الوقائيه. لحد هلا كانت مقبوله، ولكن يفترض تكون افضل من هيك بكثير. لذلك طلبنا في مجلس الدفاع الاعلى انه تتاخذ بعض التدابير للتشدد بالاجراءات الوقائيه تحاشيا بازدياد الاعداد اكثر واكثر، لأنه آخر فترة كانت أعداد الإصابات عم بتزيد وكذلك أعداد الوفيات. فمنها بتأمل أنه خلال الأعياد اللي واصلين لنا قريبا عندنا عيدين للطوائف الإسلامية وعيدين للطوائف المسيحية، من الضروري جدا أنه يكون في تدابير وقائية مشددة وتطبيقها يكون كمان على المستوى المطلوب تحاشيا بازدياد الاعداد. طيب كيف هو وضع فيروس كورونا او وباء فيروس كورونا في لبنان؟ قدره المنظومه الصحيه على استيعاب الاعداد المتزايده؟ اولا عندنا تقريبا يوميا حوالي 3000 ل 3500 اصابه، وعم بيكون في حوالي 50 وفاه منهم. المستشفيات مكتظه بالمرضى الكورونا، وخاصه أسرة العناية الفائقة أصبحت ممتلئة، ولذلك من الصعوبة بمكان أنه نقدر ناخذ بعض حالات إضافية. ولذلك في مثلا عندنا عزل منزلي يلي هو عدده كثير كبير، حوالي 90,000، وفي عندنا المستشفيات 1400 سرير ممتلئين. أسرة العناية الفائقة يلي هي بتطلع تقريبا حوالي 1972 حالة، وعندنا حوالي 300 حالة على التنفس الاصطناعي. يعني هاي القدرة الاستيعابية القصوى اللي موجودة، ولذلك ما عندنا الإمكانية بقى أكثر إنه نقدر نستوعب حالات. منها طلبنا عبر الوزارة ومجلس الدفاع الأعلى اتخاذ اقصى التدابير حتى نقدر نحد من ازدياد الاعداد. هلا المشكله نسبه الوفيات عندنا مثلا يلي هي بتشكل 1.3%، اذا بنقارنها بالنسبه العالميه يلي هي 2.2%، نص القيمه يعني، لا شك مقبوله. انما الوضع بالنسبه للاسره بالمستشفيات هو اللي عندنا صار صعب، ولذلك ضروري جدا التقيد بهذه التدابير الوقائيه حتى ما نوصل الى حاله مستعصيه على الجميع وما نقدر نعالج يلي هن بحاجه الى علاج.
طيب فيما يتعلق بعمليات التلقيح، هل بدأت لبنان في عمليات التلقيح؟ نعلم أنه قبل يوم وصلت أيضا شحنة من لقاحات، لا أدري إذا كانت لقاحات صينية أو غيرها، إلى لبنان. هل بدأت لبنان في عمليات التلقيح للمواطنين؟ بدأنا فيها نعم، ولحد هلأ صرنا ملقحين تقريبا 2% من المواطنين، يعني هي قليلة جدا وبطيئة بذات الوقت. السبب انه الاعداد اللي كانت عم تجي، اعداد اللقاحات اللي عم توصل على لبنان كمان قليله. نحن عم ياخذوا اللقاح الفايزر واللي وصلوا مؤخرا هن الاسترازينيكا وسبوتنيك واللقاح الصيني، ولكن بعد الاعداد مع الاسف قليله جدا نسبه لعدد المواطنين. بتامل انه بالقريب العاجل موعودين انه يوصل اعداد اكثر واكثر، نقدر نلقح أكبر عدد ممكن بأسرع وقت ممكن، لأنه اللقاح يبقى هو العلاج الوحيد المتاح لهالوباء الخطر بدي أقول، صحيح، ومضاعفاته الخطرة. الوزارة عم تعمل ما عليها بمساعدة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يلي كمان مقدم قرض حتى نقدر نحصل على اللقاحات عبر المنصة، واللقاحات ستعطى الى كل المقيمين في لبنان، يعني النازحين اللاجئين والمواطنين. انما اذا بدنا نكمل الامور بالبطء يعني نحن في وضعنا لا نحسد عليه، مشان هيك عم اقول بتامل انه بالقريب العاجل اعداد اكبر من اللقاحات بتوصل حتى نقدر نلقح اكبر عدد من المواطنين ونتحاشى الازمه الأسوأ. يكفينا أزمات قطعت علينا اقتصادية إنسانية اجتماعية، أزمة انفجار المرفأ في بيروت، فمنا بحاجة إلى أزمة جديدة بالنسبة للكورونا. صحيح. الدكتور شرف أبو شرف نقيب الأطباء اللبنانيين، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا هاتفيا من بيروت، شكرا جزيلا.